باندا يكون أخضر وأنضر بإذن الله تعالى. نتمنى إنه الشروق الصباحي عبر أشعة الشروق الزاهية إلى عروس الجبال. نتكلم عن السياحة السودانية ونتكلم عن موروثات أهل المنطقة وأي مكان زي ما بنذكر في كل مرة عنده محمول الثقافي. نسافر معكم صباحا إلى الدلنج عروس الجبال من خلال هذا التقرير. من البوابة الشمالية ندخل لمدينة الدلنج عروس الجبال كما تسمى عند أهلها، وهي إحدى أكبر مدن ولاية جنوب كردفان. الطريق المتعرج يتيح فرصة لمطالعة وجه المدينة الرائع من زوايا متعددة. يطل من واجهة المدينة جبل بيل الكبير الذي يبدو كتاج يزين قوام المدينة، وقد أصبح رمزية لزعامة أمارة الأجنغ. ولكن حتى وقت قريب كانت تكتب على صفحته الشرقية ذكرى أعياد معهد التربية بالدلنج الذي تأسس في العام 1948، وأصبح فيما بعد نواة لكلية التربية بجامعة كردفان ثم جامعة الدلنج حاليا. سمي الجبل بجبل عيدنا نسبة لعيد معهد الدلنج، ويمكن أن يشاهد من على بعد 30 كيلومترا. تتمتع المدينة بطبيعة ساحرة تسورها الجبال من جهتي الشمال والغرب، ويحفها خرب حبل من الجنوب والشرق والذي يبدو في قمة صبا. تتناثر على ضفتيه أشجار المهوغني والبان وتشكيلات وإخاء ومحبة. قبائل عديدة تسكن المدينة تشكل خليطا من الأجناس الأجنغ والنيمنغ والحوازمة وقبائل غرب وشمال السودان. المدينة باسمها أخرى، وهي القاسم المشترك في كل الاحتفالات عند القبائل بالمنطقة. سكان المدينة يعتزون بماضي قبائلهم المزدهر، يقدمون أنموذجا حيا ونمطا رفيعا راقيا في أعلى مستويات المواطنة والانتماء لمدينة ما تزال ثرية غنية بتنوعها الثقافي. فالتعليم دخل المنطقة في بداية القرن 19، ومنها انتشر للمناطق الأخرى، والمدينة لم تتأثر كثيرا بكل ما حدث ويحدث في جنوب كردفان، وظلت محافظة على تماسكها وأمنها، وظل تاج السلام والوحدة عاليا على هامتها، وروح المحبة ديدنا لأهلها، وهي تلوح بأغصان السلام في ترحاب لكل الوافدين إليها، وليس أدل على ذلك من قصيدة شاعرها حامد جاجا. تعبرنا المسافات وأنت في قشيب ثوبك ترفلين،
صباك الأزلي وحسنك الأبدي ألقا على مر السنين. التحايا لك يا مدينة محفورة في القلب في الوجدان في العمق الدفين. سرا أقول حين يجهدني الوفا ويحرقني لهيب الاغتراب، أنا ذلك العاشق المملوء عشقا وتفاني.